للمباريات التصفيات الخاصة بكأس إفريقيا المقبلة، سيقوم المدرب الوطني الجديد كريستيان غوركيف بتحضير قائمته وتحديد الأسماء التي سيسافر بها إلى إثيوبيا. الملاحظون يؤكدون أن مدرب لوريون السابق سيعتمد على نفس الوجوه التي شاركت في مونديال البرازيل، مع احتمال إضافة لاعب أو اثنين إلى القائمة. غوركيف لا يريد تحديد القائمة من الآن، بل يريد أولا أن يضع قائمة موسعة. يرشح الكثيرون أن يغيب عنها اسم هاجم ران فؤاد قدير الذي يعيش وضعية صعبة مع ناديه مارسيليا بعد أن رفض بيلسا إبقاءه. وعلى خلاف قدير، فإن غوركيف يضع بالفوضيل كأولوية على حساب رفيق جبور الذي فقد حظوظه لتواجد في القائمة الجديدة. مهام الناخب الجديد لا تقتصر على تحضير منتخب لتصفيات كأس إفريقيا 2015، وإنما حددت له أهداف بعيدة المدى من خلال تشكيل منتخب تنافسي يتأهل إلى مونديال 2018 المقرر في روسيا ويشرف الجزائر فيه.